لذلك أبو عمرو البصري رحمه الله، وإن كان شوي بعدنا، أبو عمرو البصري معروف من القراء الذين رووا لنا عملا كانت تفعله بعض القبائل العربية وليس كلها، اللي هو الإدغام الكبير. يعني قلت منذ قليل يعلمهما ميمين لكن حال بينهما ضمة. بعض القبائل العربية كانت تحذف هذه الضمة ويسكنون الميم الأولى للإدغام ويدغمونها في الثانية، أسهل عليهم. حتى نحن كلنا في العميات نفعلها الآن، نحن بالعمي بنقول اللي، سواء بالهمزة أو بالقلب، شو أصلها؟ قال لي، ففي فتحة تحول اللامين، فنقول قال لي أو قال لي، اللي بغض النظر عن اللهجة بالقاف ولا بالهمزة ولا إلى آخره. انتبهنا كيف؟ فإذا هذا الأمر رواه أبو عمرو البصري، وكان أبو عمرو البصري يقول كان يشبه الإظهار بمشي المقيد. سبحان الله، أيام المشايخ لهم تشبيهات حلوة ولطيفة. مشي المقيد، تصوروا إنسان واقف وربطنا رجليه ببعضهما بحبل، على الواقف، هو واقف وربطنا رجليه، هذا اسمه رجل مقيد، أليس كذلك؟ طيب أراد هذا المقيد أن يمشي لكن رجليه إيش؟ مربوطة. لو رفع إحدى القدمين بده يبعدها، ما هي مربوطة، فلما بينزلها وين بينزلها؟ في نفس المكان. فلذلك كان يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني يغادر المكان ثم يعود إليه، يعود إلى نفس المكان. شوفوا التشبيه ما أجمله. كان أبو عمرو البصري يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني أنت عم تترك المكان، مثلا يعلم ما، عم تترك الشفتين وعم ترجع للشفتين، ما أنت كنت أصلا موجود، فبدل ما تقول يعلم ما قول يعلم ما وانتهى الموضوع. لكن نعود فنقول الإدغام الكبير ليس كل العربي تفعله وليس كل القراء نقلته إلينا، لكنه موجود. انتبهنا أخواني؟ هذا بالنسبة للكبير. لكن بالنسبة للصغير اللي هو لما بيكون الأول ساكن، هذا الأمر يعني يفعله العرب كانوا بالفطرة لأنه أسهل عليهم. وضح أخواني ما هو الإدغام؟ الإدغام مكان في الفم، كنت أنا أذهب إليه كم مرة؟ مرتين، مرة للحرف الأول ومرة للحرف الثاني. بالإدغام أذهب إليه مرة واحدة فأقرعه لنطق الأول وهو الساكن، وأجافي لساني أو المخرج عنه فأخرج مين؟ الحرف الثاني المتحرك اللي بعده. واضح؟ مثلا فما ربحت تجارتهم، ربحت بهذا القرع ماذا أخرجت؟ التاء الأولى. تي لما جافيت لساني عن الموضع ماذا أخرجت؟ التاء الثانية. كم مرة قرعت المخرج؟ مرة. كنت في الإظهار أقول ربحت تي، أقرعه مرة لمين؟ للأولى ومرة للثانية. لاحظت أنه في عمل أقل، الإدغام فيه عمل أقل، لذلك الإنسان بيفعله بالفطرة، لأن الإنسان سبحان الله، شو أقول الإنسان ما أقول العربي، الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة في النطق، بطبع الإنسان يميل إلى السهولة في النطق، شو أو بيسموه بعض العلماء المحدثين الاقتصاد في الجهد العضلي، الاقتصاد في الجهد العضلي. يعني كانت اللغات، بعد شوي معلش بس كلها فوائد، كانت اللغات يا أخواني كما تعلمون لها قواعدها وإلى آخره، كل اللغات عربية وغير عربية، مع مرور الزمن يعني الإنسان بالفطرة بيصير بيشعر أنه أنا فيني وصل نفس المعنى للمتلقي الذي أمامي بجهد عضلي إيش؟ أقل، فيفعله دون أن يتأثر الفهم للمعنى الذي أردت توصيله إلى المتلقي. يعني مثلا هلأ العاميات العربية كلها تركت الإعراب، أليس كذلك؟ تعرفوا شعب عربي معاصر يعرب؟ ما في. والمعاني عم توصل ولا ما عم توصل؟ عم توصل، كلنا في بيوتنا نتفاهم مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وأحبابنا بالعاميات وما فيها أعراب. يعني مثلا كانوا يقولون أكل الولد التفاحة، أليس كذلك؟ الآن بيقول لك أكل الولد التفاحة، طيب فاتك شيء من المعنى؟
ما فاتك شيء وما أعرب، يعني خفف إيش الجهد. هذا شيء بالفطرة، بالفطرة. فموضوع الإدغام شيء عملته العرب في زمن النبوة أو قبل زمن النبوة، لما نزل القرآن كان هذا الموضوع موجود في المجتمع، اللي هو ينطقون الحرفين بارتفاعة واحدة، الساكن يخرجونه بالقرع أو بالتصادم، والمتحرك يخرجونه بالتباعد أو المجافاة للمخرج. من هذا المنطلق نرى على اللوحة أن الإدغام في اللغة، إذا قالت العرب أدغم، من فين اشتقوها؟ من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها. أدغمت اللجام في فم الفرس، أدخلته فيها. هنا في حديدة طبعا، شايفين هذه هي اللجام، هنا حديدة من هذه الجهة إلى هذه الجهة ممسوكة بهذه القطعة من الجلد، هذا اللجام أو أدغمت اللجام في فم الفرس. وأيضا يقولون أدغمت السيف في غمده، أي أدخلته فيه. من هذا المعنى إدخال شيء في شيء، بحيث بعد قليل يصيران كأنهما إيه؟ شيء واحد. كان عندي سيف وكان عندي الغمد، شيئان. لما أدخلت السيف في غمده، الناظر الآن شو بيشوف؟ بيشوف شيء واحد. فهالمعنى هذا أخذوه علماءنا الله يجزيهم الخير ونقلوه إلى موضوع صوتي، اللي هو إدخال حرف في آخر بحيث يصيران كأنهما حرف واحد. واصطلاحا، يعني عند علماء اللغة أو التجويد، هو إيصال حرف ساكن بمين؟ بحرف متحرك. إذا عندي ساكن، بحيث يصيران هالحرفين هدول حرفا واحدا مشددا، لكن من جنس مين؟ من جنس الثاني. إن لم يكونا متماثلين فمن جنس الثاني. يعني لما بدخل أنا الدال في التاء، لقد تاب، بقول لقد تاب، ما بقول لقد داب. انتبهنا؟ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، لكن من جنس مين؟ الثاني. هذا القيد ضروري، لو ما كان هذا القيد موجود ممكن واحد يقول لقد داب بدل إيش؟ لقد تاب، فيدخل الثاني وين؟ في الأول. هذا ما تفعله العرب. العرب شو بيعملوا؟ يدخلون مين في مين؟ الأول في الثاني. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا من دقائق هذا التعريف، كلمة المخرج قد تجدونها في بعض الكتب، بل حتى منها من القديم، يقولون يرتفع عنهما اللسان. واللي قال اللسان الظاهر لما صاغ هذه العبارة كان بين عيونه حرفان لسانيان، انتبهنا؟ مثل لقد تاب اللي كنا نتكلم عنها منذ قليل، لكن فاته أن هناك حروف شفوية، فأنا ممكن أدخل ميم في ميم مثل لكم، وممكن أدخل حرف حلقي في حرف حلقي، ما له علاقة باللسان، مثل مالية هلك، أليس كذلك؟ إذن استبدال كلمة يرتفع عنهما اللسان بكلمة يرتفع عنهما المخرج جعلت التعريف أكثر دقة. طبعا هذا شيء معروف لديكم، الله يسلمكم. طيب نأتي الآن إلى ما ذكرنا منذ قليل، حرفان الملتقيان إن كانا متماثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات كما ذكرت منذ قليل، باء باء تاء تاء، هذا معروف ما هنطول عنده. فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد، هذا الشرط، وجب الإدغام. وجب، يعني هذا الموضوع مو تجويد يا أخواني، هذا لغة، هذا لغة، انتبهنا كيف؟ يعني مثلا ما بيصير في اللغة أن تقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ما بيصير. شو بدك تقول؟ وليكتب تب، بحيث الباء الأولى تدخل في الباء الثانية فيصيران باء واحدة مشددة، هذا إظهاره، إظهار الباء الأولى عند الثانية فاسد لغة، ومن باب أولى يكون فاسد إيش؟ قرآنا. واضح أخواني؟ قلنا وليس بحرف مد، لأن حرف المد أيها الإخوة لا يدغم، يعني قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، ما أستطيع أن أقول قالوا وهم،
وإن فعلت فبكون أنا ضيعت مين؟ ضيعت المد. انتبهنا يا إخواني؟ ما بصير قول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما يصح. لابد أن أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأعطي حرف المد إيه؟ حقه من الزمن ولا أدخله في الثاني. من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله وأب، بعد أن تكلم عن الإدغام قال وأب، أب فعل أمر من الإبانة، أب في يومي يعني مد مد، ها؟ مع قالوا وهم، واو مع واو، الواو الأولى إيه؟ مدية، لاحظوا قلنا مدية، واضح؟ أخرجنا مين؟ أخرجنا الواو غير المدية، مين عندي واو غير مدية؟ الواو اللينية، انتبهنا أخواني، الواو اللينية يدخلها الإدغام، مثل حتى عفوا وقالوا، قد مس آباؤنا آباءنا الضراء والسراء، عفوا هذا إيش؟ إدغام، أليس كذلك؟ مع أنه شو الواو الأولى؟ واو لينية. إذن الممتنع فيه الإدغام من المتماثلين ما هو؟ أن يكون الأول حرف مد، فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. واضح إخواني؟ طيب ننتقل للي بعده.